هذه الوقفه نظمناها في اطار المنتدى الوطني لحريه حقوق الانسان امام السجن المحلي عكاشة عين السبع بالدار البيضاء، يعني تضامنا مع الشرطي المعتقل اللي تنشوفوا حنايا وتيشوفوا بزاف المغاربه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بانه قام بالدور ديالو المهني، قام بالاداء ديال الدور ديالو الواجب ديالو المهني، والقراص اليوم خلف القضبان في هذا السجن هذا. وبالتالي بالنسبه لنا احنا كمنتدى حقوقي وحنا جزء من الشعب المغربي وبزاف الاصوات في المغرب كتقول اللهم ان هذا مكر، لا يعقل باش رجل الامن يقوم بالواجب ديالو ويحاول يحمينا ويامننا ويامن الممتلكات ديالنا ووليداتنا وهذا يجي القراصو يعني خلف القضبان. هذا الشيء راه ما مقبولش، وهي مناسبه باش نرفعوا التعازي ديالنا الاسره ديال عثمان الله يرحمه ويوسع عليه ضائقه القبور. هذا الشاب زوين خونا حبيبنا، كنا كنتمناو حنا هاد الشباب انه يكونوا هما الرجال ديال الغد، يكونوا هكا بحالنا، يكونوا كيحملوا الهم الوطني، يكونوا كيبغيو البلاد ديالهم، يكونوا متجاوبين يعني متفاعلين نزيدوا بلادنا لقدام وبالتنميه خلف جلاله الملك الله ينصرو. للاسف الشديد التهور والطيش ديال الشباب هو هذا، وكان يعني كنتمنى الصبر والسلوى للاهل ديالو والعائله ديالو والمعارف ديالو وصحابو اللي كيقراو معاه والماطريه دري صحابو حتى هما وهذا، لانه هو جزء منا كيف ان البوليسي هو جزء منا. وإلا كان عثمان مات ويعني والاسره ديالو اليوم كتعيش حداد، راه حتى العائله ديال هذا البوليسي حتى هي كتعيش بحداد. الا بغينا نعيدوا النظر في المطاردات البوليسيه، الا سمحتي جي شوفي اليوم الشوارع ديال البلاد من قبل ومن بعد الاعتقال ديال هذا البوليسي هذا، راه لاحظتي راه النسبه ديال الجريمه دابا وديال السرقه وديال النشل وديال العروض الاستعراضيه ديال الماطر وديال واحد العدد الحويجات راه كثرات مؤخرا من بعد الاعتقال ديال هذا رجل الامن هذا. وبالتالي واحد العدد ديال البوليس حنا كمنتدى حقوقي ملي تنتكلموا معاهم وتنقول لهم الله يجزيكم بخير، ما تحطوش يديكم، حاولوا ما امكن انكم تبقاو تقوموا بالدور ديالكم، تيقول لك اودي القيام ديالي بالدور ديالي المانوط بيا كيساوي السجن. شكون اللي غيحميني اليوم؟ شكون اللي غيحمي هذا البوليس اليوم اللي غيقوموا بالدور ديالهم وغيتبع الشفار والشفار هاز مسطره ولا هاز وضربه؟ شكون اللي غيحميه؟ شكون اللي غادي يعوضه؟ فهمتينيش؟ احنا دابا اليوم لا جينا هنا، راه جينا لان ولينا كنشوفوا الفوضى في البلاد، راه الفوضى في الشوارع الاخت الكريمه، راه حنا كمنتدى حقوقي كيجيو عندنا الناس وكيتشكاو علينا، كيقول الله يجازيكم بخير، خاصكم تهضروا لنا مع ولايه الامن ومع المناطق الامنيه ومع الاداره العامه للامن الوطني على هذه الجريمه، وهذه الجريمه شنو سببها؟ ولا سببها ان البوليس هما السجون، شكون اللي باغي يحمي لينا الناس والمواطنين؟ البوليس هما السجون، فهمتينيش؟ هذا هو الاشكال، وحنا ما بقيناش نقدروا دابا اليوم نهضروا مع البوليس، ولا نقول لهم قوموا بالدور ديالكم، إلا هضرت مع البوليسي بمعنى قلت ليه سير للسجن. وكنتمناو من المدير العام للأمن الوطني اللي هو واحد الرجل طيب وخدم البلاد حقيقة وغير الملامح والصورة كلها ديال الأمن الوطني، وغير لنا ذاك الواقع اللي كانوا كيعرفوا المغاربة ديال القمع وديال التعذيب وديال هذا، ولكن بغيناه يزيد أكثر يعني لأنه خدم اجتماعية للبوليس وزاد الصالير ديالهم وتضامن مع واحد مجموعة البوليس، ولكن في هذه المحطات بالذات بغينا السيد المدير العام يكون واقف وقفة رجل واحد مع جميع المكونات، لأن كاين السياء عند رجال الأمن.